يوم يغشاهم العذاب يغشاهم العذاب يوم يغشاهم العذاب يوم يغشاهم العذاب يوم يغشاهم العذاب يوم يغشاهم العذاب يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى من العذاب الأدنى من العذاب الأدنى من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كبيرا أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في الضلال البعيد بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالآخرة الضلال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب في العذاب في العذاب في العذاب في العذاب والضلال البعيد في العذاب والضلال البعيد في العذاب والضلال البعيد في العذاب والضلال البعيد في العذاب في العذاب والضلال البعيد في العذاب والضلال البعيد في العذاب والضلال البعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتاهم العذاب